وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي سعد راشد. مرحبا بك، وبداية ما هي قراءتك للاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين البلدين والتي وقعها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومعالي السيد أنتوني بلينكين وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية؟ أول شيء أرحب فيكم وأرحب بمشاهدينا الكرام. طبعا قامت مملكة البحرين توقيع اتفاق أمني واقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن هذا الاتفاق الذي جرى توقيعه من قبل سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، هو اتفاق تاريخي ومهم ويضاف إلى إنجازات المملكة على صعيد السياسات الخارجية. تمثل هذه الاتفاقية دفعة مهمة وقوية للعلاقات البحرينية الأمريكية المتمثلة في بنودها في تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات تشمل الدفاع والأمن والتكنولوجيا والتجارة. وللمعلومية أن مملكة البحرين وعبر وسائل الإعلام الأمريكية أكدت أن هذا الاتفاق عملت عليه المنامة وواشنطن منذ أعوام، وهذا يؤكد حرص مملكة البحرين والتزامها الكامل بجميع المعايير الدولية في الوفاء بالتزاماتها وعلى رأسها القوانين والتشريعات الدولية. كما يجب التنويه أن مملكة البحرين تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية فرتئة الإدارة الأمريكية، دراسة رئيس جو بايدن ضرورة العمل مع مملكة البحرين لتأمين ممرات الشحن الحيوية والتي تدعم الاقتصاد العالمي بأكمله من خلال توثيق العلاقات بين البلدين والإسهام في تنميتها عبر الاتفاق التاريخي. النقطة المهمة التي يجب أن نذكرها خصوصا المراقبين في مجال السياسات الخارجية أن الولايات المتحدة الأمريكية تحرص في توقيعها على هذه النوعية من الاتفاقيات أن يكون الطرف مستوفي لعدد من المعايير ومنها السمعة الدولية، وأن تكون الدولة الموقعة ملتزمة بالأعراف والبروتوكولات الدولية منها القانون الدولي والبروتوكولات التابعة لها، وأن توقيع هذا الاتفاق هو أكبر دليل على أن مملكة البحرين بقيادة سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه هي بالطريق الصحيح وبشهادة دول كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية. وبالحديث عن مضمون هذه الاتفاقية يمكن التركيز على أنها اشتملت أهم 6 ركائز أساسية، وهي تتعلق بمبادئ التعاون في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار الأقليمي للشرق الأوسط من خلال تعزيز الردع والتكامل والتوافق الدفاعي. أما الركيزة الثانية ويمكن الحديث عنها وهي تتعلق بالتعاون الدفاعي والأمني، ويمكن اختصارها بأن الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق سيعملون على ردع أي تهديد خارجي وفق إمكانيات كل طرف. أما الركيزة الثالثة والتي نراها مهمة جدا وهي التعاون الاقتصادي والتجاري، وهذه الركيزة تهتم بشكل كبير على تطوير الآليات والتعاون في مجالات الاستثمار وسلاسل التوريد والتبادلات التجارية عبر آليات أكثر انسجاما لضمان دعم التنمية الاقتصادية على الصعيد العالمي. فيما يتعلق بالركيزة الرابعة وهي العدها أساسية وهي العلوم والتكنولوجيا وأمن الشبكات، وهي من أهم الركائز المتمثلة بالحفاظ على البنية التحتية للاتصال والحفاظ عليها من أي هجوم سبراني من خلال التعاون في إيجاد أفضل الممارسات لتأمين شبكات وأنظمة الاتصال. والركيزة الخامسة وأنا أراها خطوة مهمة وهي مسألة التعديل على هذا الاتفاق والذي سيفتح مجال لفرص تعاون أكثر مهمة، وهي كالمجال اللوجستي والصناعي وغيرها من المجالات. والركيزة الأخيرة وأن هذه الاتفاقية يمكن دعوة دول الانضمام لها لتكون اتفاقية تفتح المجال للمساهمة في التكامل الأمني والازدهار في الشرق الأوسط. نعم، الكاتب والمحلل السياسي سعد راشد، شكرا جزيلا لك.